سالو كي درتو اليوم في المدرسه مؤسسه جوهره المعرفه جانا واحد الزائر جانا واحد شخص عزيز علينا غادي نخليه يعرف براسو واللي هو سعاد لاباس عليك الحمد لله يعطيك الخير نهار كبير هذا يعني هنا عندنا واحد الصباحيه مع اطفال جوهره المعرفه اللي تبارك الله فيهم وليدات كيفرحوا فيهم اللي غيكون عندهم مستقبل تبارك الله من المستوى الاول تيبان كتبان العلامات. اذا احنا عندنا غير واحد الرساله نوجهها ونوجهها للاباء هو انهم يركزوا بقوه على القراءه، لان القراءه هي اللي كتغطي على كافه العيوب وكافه الاشياء السلبيه اللي كتكون اثناء المسار الدراسي. يكفي ان الطفل يكون عنده القدرة على قراءة قصة، يقرأ واحد السلسلة في واحد سنة والسنة الثانية يقرأ سلسلة أخرى والسنة الثالثة، ونكونوا متأكدين بأننا ضمننا بأن هذاك الطفل غيكون عنده واحد الأسلوب تبارك الله في المستوى وما غاديش تكون عنده مشاكل في اللغة العربية. وكنشكر الأستاذة سعاد اللي هي بحال تبارك الله بحال الحيلة. احنا تشرفنا بزاف 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 بالكاتب خليل البحري، وحنا يعني السلاسل ديالو يعني السنه كلها الوليدات كيقراو قصه في شهر اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، والنصيحه اللي عطاها عطاها للاباء والاولياء الامور انهم يشجعوا وليداتهم، وشيء جميل اللي كانت حتى المؤسسه كتشجع التشجيع المادي. انا كنقول التشجيع المادي لان دابا جميع الاصدقاء اللي كنعرف اللي وليداتهم تبارك الله مشاو بعيد كانوا كيديروا معاهم التشجيعات الماديه في البدايه، كيقول للطفل ديالو لا قريتي هذه القصه غنعطيك كذا وكذا وغنعطيك كذا وكذا، وبالتالي راه كيولي كيتربى داك الحب ديال القراءه من البدايه، كيتهنى منهم اللي كيكبر. تشرفنا بك بزاف بزاف بزاف. تبارك الله عليك تبارك الله عليك.